السلام عليكم. معانا عم سيد من الشخصيات اللي بعتز بيها. احكي لنا عن تجربته مع عمليه تحويل المسار. ازيك عم سيد؟ الله يبارك. انت كنت كام قبل العمليه؟ كنت 175. 175 كيلو. كان في ضغط او سكر؟ لا، كانش في ضغط او سكر. انا عندي عمليه قد ايه؟ انا يعني ضغط من 3 سنين. من 3 سنين. كنت 175 كيلو، حاليا 75 كيلو. طيب، في يعني فترة ما قبل العملية كان ايه المعاناة اللي بتعانيها؟ يعني يعتبر واحد كان شبه قاعد في البيت. ومشتغلش؟ الشغل فترة كان عندي الموضوع النزيف، كان في موضوع الدوائر دي كانت بتنزف. ورجعني الدعم الضخم جدا يعني. يعني لما كنت انزل اروح اي حاجه لازم تاكسي ولازم واحد. وانت لا تطلع سلم ونفسك ولا كنت تشتغل واحد يعني. انا صورت دي العمليه بعد ما عملت العمليه، واحد كان ميت مات وربنا احياه من جديد. ربنا يحفظك. طيب انت حاليا دلوقتي في اي مشاكل؟ لا الحمد لله. تشتغل عادي، تحضر عادي، تطلع سلم عادي؟ وقت ما في يعني ما فيش مواصلات اركبها غير المواصلات البعيده. المواصلات البعيده كل الوقت ماشي الحمد لله. حاليا دلوقتي 85 كيلو. 85 ومبسوط، مفيش اي مشاكل. شيء حاجه حياه طبيعيه جدا جدا جدا، وما بعملش اي شيء الحمد لله. غير الاول خالص.